عسلامة، مرحبا بنا في عدد جديد من الجيل الجاي ومعنا الشباب كالعادة. قبل كل شيء خلينا نبدأ نتعرفوا عليهم. مرحبا. مرحبا. أهلا بيك. عسلامة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. دونك أني جيهان الرحال، أني مشاركة في زعمة ستة، وأني من تنويه لجنة التحكيم، صحفية مستقلة ونشطة بالمجتمع المدني. أنا أمين حمروني، يوتيوبر مستقل، وهو ناشط حتى أنا كيفك، لكن على سوشيال ميديا نخدم في اليوتيوب، موظف في اليوتيوب، يوتيوبر، وكزميلي مغادي، شين متاعي اسمها أمين، AM2N، وتيش تعمل أبوني؟ أمين. وأمين أنت ناشط في الحياة السياسية؟ أنا لا، خطيني شيء ذي جملة شيء. إن شاء الله بعد تفرج في الحلقة ذي رأيك تبدل إن شاء الله. قبل كل شيء خلينا نعرف بروحي، حتى أنا ياسر مشات، حتى أنا ناشط في اليوتيوب والفيسبوك والريزو سوسيال الكل، موظف في الانترنت، نعمل فيديوهات على الثقافة الرقمية وعلى الديجيتال وكل شيء، وإن شاء الله بعد الحلقة هذه نعمل أنا وياك حزب، هكا نسميه حزب، شوف لي حل. بدينا على توا الحزب كي فيه زوز رجال، وين الجندرة شباب الجندرة؟ معنا مسيل شرا، مرحبا بك. أي أبدا استقطب أبدا. نعرف بروحي أنا نورس الدوسي، ناشطة حقوقية وسياسية وفيمينيست زادة، هاكا باش نبدا لكم، راه ما تعرفش علي وقتاش نهد عليكم. باش كل واحد يشد بلاصت. فوالا، شوفوا يا توانسة هاكا. وإحنا أون فيت موجودين لهنا. باش نشوفوا زعمة الشباب مستقيل من الحياة السياسية أي ولا لا، وفي إطار التمييز الإيجابي نتعدى الجهين نروح نروح أنا وياك. هذا المطلوب، هذا المطلوب توكوخ. حيدني حيدني تفضل. بي هو الأطروحة متاعنا اليوم، زعم الشباب مستقيل من الحياة السياسية. بالنسبة لي نقول لي الشباب ماهوش مستقيل من الحياة السياسية، صحيح فما عزوف معناها جزئي لكنه مش مستقيل، ولعدة أسباب بالطبيعة. أنا عندي برشا أسباب تخليني نقول لك اللي شباب عازف كما قلت أنت، مش كمانجا وريقة ذاك معناها العزوف جاي من العزوف. انت فضضها حكايه مستقيل ولا مش مستقيل؟ أنا كملت استاذ هذاك سيد عديت، وانا ما عادش يهمني في الشان هذايا. انا رايي مختلف شويه، معناتها لازم نقبل كل شيء ما نحكيه، اسكو انت مستقل ولا مش مستقل، لازم نعمل الديفينيسيون او التعريف الصحيح. شنو هي مش معناتها الحياه السياسيه؟ اسكو مستقيل مستقيل إيل. اسكو مستقيل ولا لا؟ اش معناتها الحياه السياسيه؟ اسكو معناتها تغطي صبعك في الحبر الازرق وتصوت انتخابات وترشح ولا لا؟ والا تمشي تحتج اعتصامات، تمشي تعبر على رايك في الشارع ولا في الفيسبوك؟ معناتها كي نعرفوا الديفينيسيون انا وقت نجم نعطي رايي في الحكايه. انا نجم لهنا بتيت خاك ان نتلاقى معك في حاجات ونتعرض معك في حاجات، على خاطر لو كونسيبت نتاع الحياه السياسيه واسع برشا. فما مستقيل من الحياة السياسية اللي أما مستقيل من الحياة الحزبية المنظمة كما راوها في الانتخابات والترشح ينسي دو سويت. أي شرايك هيثم؟ أنا ما نفهمش في السياسة. أبوليتيك. خاطئ جملة. أنا رأي لي أبوليتيك هذا ما فهميش مثلا. ديجا موقف سياسي أبوليتيك. أنا عندي موقف سياسي مثلا. إفكتيفمون لفيت أنه أنت تكون مستقيل بإرادة، علاش؟ على خاطر ما يعجبوكش في حد ذاته راهو موقف سياسي. معناها كان مستقيل ولا مستقيلش، انا مش مستقيل. لا جملة معناتها كان كيف كيف هذيك السياسة، معناتها حسب ما فهمت. معناها سياسي، انا رجل سياسة توا، معناها راكش بحذاكم. مش رجل السياسة اللي راهو فيهم، خاطر في تونس باش تكون سياسي لازمك تكون كذاب ومنافق وهذاكم اللي يكون متحيز. معناتها مستقيل، انا تعرف ما عنديش هذايا. الشباب عموما مقال من الحياة السياسية فيو الطبقة الحاكمة اللي عندنا. مقال أو بعض ساعات يختار بنفسه أنه وي، وبعض ساعات في حد ذاته يكون موقف سياسي. أنا مثلا اخترت إني نستقيل. خاطر ما نحبش جاي الشخص. أمين طيش لهم الاستقالة وروح. ما نحبش أنا، ما عينيش. قد عملت فيها البيعة نهائي بل ما طيش لهم الاستقالة. قعدت برشا، هما قالوا لي يقعد أمان سي أمين، ما أنا قلت لهم ليه إكسبير معني أنت سامي عملت خبرة وبعتلي هربتك. ما نحبش هاي. وين نحن رانا ماك تعرف ديما في الانتخابات فما كالجملة متاع الجملة الشهيرة في البيان الانتخابي هذيك متاع وشباب وشباب وشباب. شنو رأيك أنت جيهان؟ دونك حشتنا بيك معناتها. بالنسبة لي كيف تحس انه معناها الشباب في القوانين الأوراق كما قلت أنت شباب موجود، لكن فعليا في الأحزاب والحياة السياسية الحزبية مش موجود،
يعني مش موجود برشا لكنه في المجتمع المدني في الحراك معناها المدني وكل موجود. لكن أنا حسب ما فهمت من كلامكم معناها نختلفوا في مش شباب مستقيل ولا لا، نختلفوا سورتو في أشكال المشاركة في الحياة السياسية. تنحكيوا فيها فاصل صغير وهنا راجعين. كما قلت معناها ونكبر زادة في الرأي متاعي، الشباب مهوش مستقيل، فما عزوف نسبي مهوش مستقيل، ولعدة أسباب الشباب اختار روحه شكل جديد معناها من المشاركة في الحياة السياسية، ما عادش يمشي الأحزاب بطريقة مباشرة وينشط في الأحزاب ولا يشارك مثلا في على الفيسبوك ينقد وينتقد من خلال لي بوبليكاسيون اي تو، وإلا الإكزامبل المعروف برشا الرئيس الحال للجمهورية التونسية اللي هو مستقل من الأحزاب السياسية. هو بيد تقولش حتى هو مستقيل، هو مستقل هو مستقل وليس مستقيل، مستقل من الأحزاب، لكن الشباب هو اللي انتخبوا بنسبة 37% من جملة المنتخبين، معناه الشباب في يعني من ناخبين الشباب في كل حب 37% انتخبوا قيس سعيد، معناه هما اللي رادوا رئيس الجمهورية الحالي. اي اما اسكو فرحانين به انه رئيس الجمهورية ولا لا؟ فما نسبة كبيرة فرحانة به لما حالة ما همش هما اللي ردوه رئيس الجمهورية، خاطر تشوف نسبة أصوات الشباب من جملة الأصوات ماهيش حاجة كبيرة، اما هو كان المرشح المفضل عند الشباب. عند الشباب من كلامك جهين من أشكال الحياة السياسية اللي ممكن ما نحكيوش عليها برشا هي الفيسبوك، كنت حكيت على الفيسبوك والجمعيات، برشا عباد ما يعرفوش انه الجمعيات خاصة انا كنت ناشط في الأحمر، للأحمر كنا عندنا معناتها ديما كونتاكت ديريكت مع البلدية والمعتمدية باش ننسقوا معاهم باش نعملوا حملات مع بعضنا، هذاك يتسمى شكل من أشكال الحياة السياسية. زاد بما أني ناشط على الفيسبوك رأى انه الفيسبوك في تونس خاصة من أكثر الوسائل اللي يستعملوها الشباب باش يفرض راي ويعطي راي ويبدل الراي العام في مواضيع مختلفه. اما الاكثريه فاد الكره في الفيسبوك، معناها مش كي تراميم ولا فازره ماهوش بالرسم ينتقد في حاجه سياسيه. الميم عزيزي المشاهد، الميم من اعظم واكثر الاشكال الحياه السياسيه الجديده الخلاقه اللي تعبر على السياسه. كل حتى في تونس نيتهم مش يعبروا، نيتهم انه يفركوهم يعملوا جو. في تونس مثلا قيس سعيد شفنا له برشا ميمات، الاخت عبير موسي شفنا لها الميم نتاع الخوذه وكيفاش الشباب ولا يستعمل في الميمز باش يعطي حتى رايه سياسيا. لكن اكثر الشباب مش فاهم التفسير نتاع الفازه هذيك، مي هو يعمل فيها، مش لازم معناتها مش لازم تقول له لا هذه سياسه، مي قاعد يعمل فيها. حسب رايك سؤال، حسب رايك باج كيما علي شور بتعمل السياسه ولا ليه؟ شويه تعمل كان في السياسه، ما تعمل كان في السياسه هذيك، هكا كلها ميمز وتفسيس وتنبير وعندها اراء سياسيه وعندها وبتتخ حتى يمكن الشباب لقى روحه اكثر على السوشيال ميديا باش يأثر في الببليك اوبينيون، على خاطر زاده هو معناتها الإعلام نوعا ما هجروا، يا إما يصوروه تافه يا إما يصوروه مش فاهم يا إما يصوروه هكا اندفاعي وتوكي يكبر يعمل عقل. هما اللي فات انه يصوروه تافه تخليني ما نتبعش السياسة، انت ترى انه العمل معناتها الميم في حد ذاتها ما تنجم تكون كان تافهه؟ لا لا مش تافهه، انت قلت ساعات في التلفزه يوريوه اللي هو تافهه وكل شيء، انا كي نرى اللي هما يوريوه اللي هو تافهه دونك نولي ما نشجعش. الصوره نتاع السياسه كيفاش يوريوها السياسيين هي الصوره السيئه اللي عندنا نتاع السياسيين العظماء كي تقول السياسه الشرفاء تقول اللي تحبك معاه هنا مع بعض، هو اللي خليتك تبعد على السياسه. أي الصوره هذه كي تقول السياسه ما نظنش كان باش تقول حاجه محلاها على الاخر معناها. دونك انت معارض لهنا، انت اللي قاعد تعمل في محارب بيان سور، وقت اللي انت تلقى عندك حكومه بالشكل هذاك وسياسيين بالطريقه اللي احنا نراو فيها توا، انت قاعد تمارس في نوع من المعارضه انك لا انا ما نحبش نكون نشبه لكم، انا نعطي رايي بطريقه مختلفه اما ما نحبش نكون كيفكم، وقاعد تعمل في حاجه اخرى اساسي دو لا بوليتيك. اسكو فما اشكال اخرى نور من المشاركات السياسيه؟ اكيد فما اشكال اخرى، انت حكيت على السوشيال ميديا مثلا، انا نجم نحكي على الحركات الاحتجاجيه اللي في الشارع واللي برشا قوانين زجريه طاحت سويت للمشاركه الشباب في الحياه السياسيه. انت شنو رايك جي؟ انت ناشطه زاده؟ وي اني ناشطه في المجتمع المدني في عده جمعيات طول، الحاجه اللي ناكد عليها خاصه نراو الحاجه دي من حملات المناصره، الشباب كي يتلموا يعمل حمله مناصره باش يغير قانون ولا باش يعمل قانون جديد، هذه زاده ولا باش يطيح قانون ولا باش يطيح قانون، هذا دليل
دليل انه يعني شارك في الحياه السياسيه، دونك هو في قلب الحياه السياسيه. حتى اذا كان باش يقول لا ما نمشيش ننتخب وما نحطش مثلا حتى في الانتخابات ما نحطش صبعي في الاحبار تو على خاطر كذا وكذا، يعني في الفيسبوك ولا حتى في الشارع يحكي مع العباد، اعطيه موقف وعبر وحكي علاش هو يعارض وما يحبش معناها ينتخب. حتى حملات نتاع مقاطعه للانتخابات زاد وقت اللي هذاك في حد ذاته موقف سياسي، انه العباد تختار انها تقاطع الانتخابات غيان كو على خاطر ما لقات حتى مرشح يمثلها. معناها الانسان مرات ينهرب منها السياسه دوما يمشي يدور. انت بيدك راك عملت سياسه وعملتها مليح زاد نحب نقول لك، فما فيديو خدمت على الاحتجاجات اللي صارت وقت اللي تم تعريف جمهور الكلوب وبعدها الراعي في سليانه، هذاك فما فيديو عملتها الور لا تنبك السياسه. والله نيتي كانت مش سياسه الحق، اوغوزمون القانون اللي حسب على النيه. جوستومون انت شنو فاهمها السياسه؟ انت بالنسبه لك السياسه هي النهضه، قلب تونس للشعب، التيار، الدستور الحر الى اخره. وقت السياسه اوسع برشا من هكا، او السيد هذاك زاد عنده مع السياسه ومع المرشحين للرئاسه، اللي ناويين يوما ما بالك حاسيلو عنده مع الظواهر السياسيه. انا والله الاشهر اللي فاتت اخترت اني نبعد من الاخبار السياسيه في تونس خاصه، خاطر هذا احساس وتجربه شخصيه. لاحظت انه في تونس الاخبار السياسيه تكرار دوره، حط حكومه طيح حكومه اعاد تشكيل حكومه ونفس المشاكل نفس الاحزاب ونفس التوجهات. اخترت اني نبعد على الشيء هذا. هذاك علاش نحن جينا للشباب جوستومون باش ان شاء الله نحاولوا نهار من نهارات يبدلوها الموضوع هذا. وهذاك علاش اونتروتر عملنا برنامج زعمه، وبرنامج زعمه ينشطوا الياس الغربي. اهلا بسي الياس. مرحبا هيثم، شكرا ليك. جزء كبير من اللي باش نحكيو فيه اليوم حكيتو فيه ديجا انتوما في الجيل الجاي، والحقيقه شويه اخر مع ضيوفنا ومع شبابنا اللي باش يقدموا الاطروحه نتاعهم في زعمه. السؤال نعتبره من اهم الاسئله، زعمه الشباب مستقيل من الحياه السياسيه؟ الوغ شويه اخر اون ديريكت ساعه من زمان نحكيو في الموضوع ونسمعوهم هما اش يخموا وهما اش يقولوا. واضح الياس، نعطيكم من توا ضيوف زعمه ولا خليكم تكتشفوه مع بعض؟ بون مش مازال هو باش يبداو بعد دقائق. دونك في برنامج زعمه باش يكونوا معنا بيان سور زوز الشباب اللي ربحوا التصفيات بتصويت الجمهور وتصويت لجنه التحكيم في مسابقه زعمه، وباش يكونوا باش تكون معنا مريم صوالحيه ناشطه سياسيه وسفيان جبله مختص في علم الاجتماع. اما قبلها أمين وياسر حضروا لكم مفاجأة صغيرة نخليكم تكتشفوها وتمشيوا ديريكتومون تتفرجوا في زعمة، وإحنا نرجعوا لكم إن شاء الله مع العشرة في الجيل الجاي. أكيد أنت تتفرج فيها توا فادد ومخنوق، كل ما تسمع الكلمة هذه السياسة تستخفر وتستعود. تجي تحل التلفزة تلقاهم يتعارك، تحل الفيسبوك تلقاهم ألو إيش تحب؟ ما عندي حتى كور، ما تسألني على حد ديس وما نحبش نريفز معاك. يا ولدي شبيك؟ ما تكلمتش بالسياسة واحدة واحدة. استخف. شوف كلمة سياسة ما عادش تعاودها، وبرا برا ريبس غدوة عنا تيس قالوا سياسة يعني ايش بسياسة تنفعني أنا السياسة تنفعني أنا السياسة. تجي تحل التلفزة تلقاهم يتعاركوا، تحل الفيسبوك تلقاهم يسبوا، وإلا تهبط تترشف في القهوة تلقاهم ينبروا. سياسة سياسة سياسة، وانتي أكيد توا قاعد راكش قدام البيسي وإلا تليفونك وحالف بمين ليك باش تعمل هالعملة الكلبة وتدخل في السياسة، وباش تصلي على النبي وتبعد عليها بعد السماع لطا وتبعد على أي حاجة فيها ريحة السياسة. لكن في بالك عزيزي المشاهد انت اللي بعثها وما عم بالك، اي نعم انت من اكثر العباد اللي قاعده تنشط وتتحرك سياسيا. لحظه سياسه لحظه معناها انا رجل سياسه بون رجله موجود، اما السياسه وين ترفيها سامحني؟ وعلى انا سياسه تحكي من فضلك؟ سامحني وين هم تاع السياسه فاش قاعدين يعمل؟ لا عندنا باي بال، لا عندنا بيتكوين، لا عندنا كور بشريف زبيد يسغدو، ايش عملنا فيه؟ تو كلم بيديس ما عادش نبعث له حتى كور، ما يستاهل. قال لي سياسه ديش عنا نربحوا منها سياسه انا خويا جبت روحي من اللي قالونا باش عملونا وفي بلاش وجبتوا بينا يدي هزيتها من السياسه. كي تستغلوا في الشعب بلي على خاطر مصالحكم، شوف هزوا سياستكم ومرسوها بعيد. انا خاطيني الشيء هذا والسماح سماح من قاصر سياسر والله يحرز نتفرج عليك على خاطرك صاحبي. باهي ايش نفسر لك مليح، راهي النشاطات السياسيه ما نختزلوهاش كان في تصويت انتخابات احزاب وحط صبعك في الحبار الازرق، انك تهبط للشارع وتصيح وتطالب بحقك وتحتج، انك تكون راكش اما ناشط على تليفونك وعلى الفيسبوك تعبر وتنقد وتحتج على السياسيين واللي صاير في البلاد، هذيك سياسه زاد. زاد انك تعمل ميم على رئيس الجمهوريه والا الوضع السياسي اللي عايشين فيه، هذيك تتسمى سياسه زاد. وحتى ولو انت رفضت انك تمشي الانتخابات وقاطعت على خاطر حد ما يمثلك تتسمى سياسه. مع احترامي ليك صاحبي ياسر، ما برج ولايا لازم نشوف سورس اخرى باش نتفرج على زعمه.
وده.